مرحبا بكم أعزائي طلبة الخامس إعدادي في قطعة بكار والأسئلة والأجوبة. خذنا سابقا القطعة وشرحناها، والآن نبدأ بالأسئلة والأجوبة. Unit 4. Have you heard of بكار؟ هل سمعت عن بكار؟ سؤال الأول، Who is بكار؟ من هو بكار؟ بكار is a cartoon character. بكار هو شخصية كرتونية. What does بكار represent؟ ماذا يمثل بكار؟ بكار represents a young country boy، يمثل ولد ريفي صغير. In upper Egypt، في أعالي مصر. His father is dead، والده متوفي. And he lives with his mother، ويعيش مع والدته. What does he love and care for؟ سؤال ثالث، ماذا يحب ويعتني؟ He loves art، يحب الفن، and drawing، والرسم. And he cares for animals، ويعتني بالحيوانات. 4. Is he a hero or a sociable child؟ هل هو بطل أم طفل اجتماعي؟ He is not a hero، هو ليس بطلا، but he is a social child، ولكنه طفل اجتماعي. 5. How many Egyptians turn on their TVs to watch بكار when؟ كم هو عدد المصريين الذين يفتحون التلفاز لمشاهدة كارتون بكار؟ when؟ متى؟ 40 مليون Egyptian، 40 مليون مصري، turn on their TVs to watch بكار every day of Ramadan. إذن when؟ متى يفتحون التلفاز؟ في رمضان. ومتى؟ في رمضان، يعني مسلسل يعرض في رمضان. 6. Where is the series also very popular؟ أين هذه السلسلة أو المسلسلة، مسلسلة بكار، شعبية ومعروفة؟ The series is also very popular in the United Arab Emirates, Oman and Tunisia. هي أيضا شعبية في الإمارات وعمان وتونس. 7. Who invented and created بكار؟ من اخترع وأنشأ بكار؟ منى أبو النصر invented and created بكار. منى أبو النصر هي التي اخترعت شخصية بكار. 8. Why do people of different ages and classes like watching the series during the month of Ramadan according to Muna's point of view؟ لماذا أغلب الناس في مختلف الأعمار والطبقات يحبون مشاهدة المسلسل أثناء رمضان حسب وجهة نظر منى أبو النصر اللي هي مخترعة هذه الشخصية؟ منى says it is because، تقول منى، بسبب أن الناس people can recognize بكار's Muslim values، يتعرفوا على القيم الإسلامية لبكار. She also says that he is a nice change for Western cartoon characters. هي أيضا تقول أنه تغيير جيد عن الشخصيات الكرتونية الغربية. And he speaks Arabic، وهو يتكلم العربية. Unit 9. What do the بكار shows often have؟ What are they؟ ماذا تحتوي مسلسل بكار؟ ماذا يحتوي؟ وما هو هذا الشيء؟ The بكار shows often have serious topics، serious topics، لديه مواضيع جدية. They are A، هذه المواضيع هي sympathy for less fortunate people، العطف على الناس الأقل حظا. B، the importance of teaching everyone in society to read and write، أهمية التعليم والجميع في المجتمع يجب أن يقرأوا ويكتبوا. Then who is حبيبة، من هي حبيبة؟ She is a blind girl، هي فتاة عمياء. Who saves her school friends from danger، التي أنقذت أصدقاء مدرستها من الخطر. 11. What is the main topic in a more recent show، ما هو الموضوع الرئيسي في العرض الأخير؟ The main topic in a more recent show is environmental problem، إذا نقدر نكتب فقط الجواب environmental problem، المشاكل البيئية. 12. Why does بكار work with a Red Sea Ranger؟ لماذا عمل بكار مع حارس البحر الأحمر؟ He worked with him، عمل معه، to rescue endangered animals، لينقذ الحيوانات المعرضة للخطر.
from a cruel zookeeper من حارس حديقة الحيوانات القاسي. 13. What does the cartoon show the children? كيف أظهر الكرتون للأطفال؟ It shows them أظهرهم that it is a bad idea أظهر لهم بأنه فكرة سيئة to go fishing or current للذهاب للصيد or collect sea animals أو جمع الحيوانات البحرية in a protected area في المناطق المحمية. يعني بين له أنه من الفكرة السيئة أن الذهاب للصيد وجمع حيوانات البحرية من المناطق المحمية لأنها قد تؤدي إلى الانقراض. 14. What does Munab al-Nasr believe? لماذا تؤمن Munab al-Nasr? She believes that it is important for the Arab world. تؤمن أنه من المهم للعالم العربي to have its own cartoon. أن يكون له كرتونه الخاص. 15. When does she open Cairo Cartoon Studio? متى افتتحت استوديوهات كرتون القاهرة؟ She opened it in 1990. 16. What did she start with? كيف بدأت؟ بماذا بدأت؟ She started with كاني وماني. بدأت بكاني كرتون كاني وماني. Then made Sindbad. ثم عملت السندباد. And finally بكار. وأخيرا بكار. 17. Why is بكار character so successful? لماذا شخصية بكار ناجحة جدا؟ He is so successful because it is the most similar to Muna Abu al-Nasr herself. لأنه أكثر تشابها مع شخصية Muna Abu al-Nasr نفسها. يعني هي مخترعة هذه الشخصية. 18. What is the similarity between Bakar and Muna? ما هو التشابه بين Bakar وبين مخترعته Muna? Both of them love art. كلاهما يحب الفن. 19. Which person in Muna's family was a painter? من كان الشخص في عائلة Muna هو الرسام؟ And which was an art teacher. ومن كان معلم الفنية؟ Her older sister was painter. أختها الكبرى كانت رسامة. And her uncle عمها was an art teacher. مدرس فنية.